بابا على بالك بيسمى اليوم كمل لي زيكزامات تاع الباك. اوي واش خدمت مليح في الامتحان؟ صافا خدمت شي اللي قدرت عليه. بابا غدوة ثلاثة كان واحد العائلة راهم جايين يخطبوا سونيا. هذا وين تخبروني؟ ها؟ وعلاش ما علمتونيش من قبل؟ راكم ديروا غير واش يقول لكم راسكم. معناتها أنا قنطرة في هاد الدار. ما نتحسبش سي بيان صح. لا لا بابا ماشي هكذا. حنا تاني ما كانش على بالنا. عندها يومين ملي جات يما العريس وخبرت يما وزيد هادي خطبه برك ومن بعد سور لازم علينا نشاورو كامل والكلمه الاخرى تولي سونيا بيان سور. حتى انا عندي كلمتي في هاد الدار وما نوافق حتى يكون هاد الزواج في صالح بنتي. بصح منا وجاي نعرف كيفاش نتصرف معاكم. ما نعرف كيفاش ربي عطاني العقل وما جاوبتوش. عمره ما كان حاضر معنا باش يعرف واش صاير ويزيد يتهمنا من الفوق. عملتي مليح اللي ما هضرتيش معاه. لو كان هضرتي معاه اليوم ما تفراش. او دا الساكوشه ديالو يا درا وين رايح وعلى قداش يدخل اليوم. بابا خارج. راني خارج عندي شغل. لو كان تريح معنا ماشي خير. علاش ريح معنا احنا ولادك ربي يهديك. الله يعيشك ريح معنا. علاش يا بابا ديرنا هكا؟ احنا ولادك وما نحبولك غير الخير. مازالك تلعب؟ ماينا هاد اللعب سكنك في دماغك. نقولك الصح شوفي مازال ما جبتهاش مانيش طالقها. مختار ولو كان تحط هاد البورتابل بجيه ماشي خير؟ على بالك الله خلخلني هي لي راسي تاع الصح. وانتي ماشي كنتي تشوفي في فيلم؟ حبستو في النص ما عجبنيش. ما تنساش توصلني غدوة الصباح لدارنا نروح هكذاك تويه العشرة. ما عليه يا لالا. وتعرفي شكون جا لي البيرو اليوم؟ شكون؟ باباك. واش جابو لعندك؟ جاز طلب من عندي شويه دراهم. تاني واش خطا بابا؟ وين راحو دراهمو؟ ما على باليش. وشوفي كيما عييت معاه باش يحكي لي عشي اللي وصلوا لهاد الحاله ما عرفش يهضر. ايوا انا قلت ما جيت نسلف له 5 ملايين اللي طلبها من عندي. عملت مليح. راه غير يحير فيا ويزيد يبهدل في عمره والله غير بزاف بزاف عليه. يما وين وصلتي؟ واقيلا غرقولك البوابر. راني نطلع ونحبط واش من صياغه نلبس غدوه. لو كان نجيبها لك وتخيري لي ماشي خير؟ هذا ما كان. روحي روحي جيبيها.
يما غير الخير واش كاين؟ لا قومات لا قومات الخشينه والسلسله ما كاشهم. كيفاش؟ هو هادي كاع ما كاش منها، ما شفتيش مليح. هاكي شوفي الصياغه دايما في هاد لامالات. عندك الحق، لا قومات والسلسله ما كاش، يكونوا في الخزانه. لا 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 عمري ما نحيتهم من هاد لامالات. عمري عمري هاي نروحو نشوفو شكون اللي يعرف، بالك تكوني بدلتي البلاصه ونسيتي. عندك الحق، بالك بالك نصيبهم في الخزانه. هيا هيا نطلعو نشوفو. هيا غبي غبي نقول لك ما كاش يا بنتي ما كاش ما كاش. والله غير حال جات تحير نشوفو من يما. لا لا يا بنتي سيارتي ما عرفت نديرها من هاد الجهه، وسيارتي دايما في لامالات، عمري ما خليتها تراما. يما تبتي عقلك، بالك تكوني سلفتيهم. انا سلف سيارتي؟ جامي جامي. اما لا ما تكون هادي غير يد رفدتهم بلا شك. بصح شكون اللي يقدر يدير حاجه كيما هادي؟ ما على باليش، بصح ما يكون غير واحد من قلب الدار. هادي كاع ما تخش في البال. غير لا غير لا واش حبيتي تقولي؟ راني نخمم في خالتي زينب. اهو غير زينب اللي ما دناش. وشكون حبيتي مال؟ رضا ما كاش منها. سمير ما شكيتش. بابا هو ندير يدي في النار بلي هو. وعلاش انت ما كيش تخمي كي بحالي؟ يما بعد بابا هاني نقول لك بلي هو ختمت ختمت كي ولا لي سراق هذاك متسقمت عليا الحاله يا مليون بريكا زيد عليهم بريكونس خالص جيبو شهر ونص ونزيد فوقهم بريكونس خالص. باري الداس يا سعد من صاحبك تحسن المكوى يا ما فيها حتى شك غير هو اللي سقط السيارة. يا سيدي قولوا صح هو اللي داهم، واش راح يدير بهم؟ حاجة باينة سير يكون راح يبيعهم. انا في رايي يكون باعهم وكمل سير سحق دراهمهم، هذا هو الشيء اللي خلاه يمد يدو للسياره. كي وصل يسرقني ديروا في بالكم باللي ما سمحلوش. اكو تسمعوا ما سمحلوش. يا يما هدني روحك ما تقلقيش، ماشي هكذا اللي رايحين نفريو هذا المشكل. كيفاش حبيتي نهدن روحي بعد الشيء اللي داروا فيا؟ المراه اللي نجوز فيه زاد سرقني، هذه جريمه على بالكم؟ جريمه يما على بالنا بشي اللي راكي تقولي فيه ورانا كامل واعيين. صح ماشي كل ما نجبدو هاد الهضره تبدا تعيطي وتزعفي، راكي ما تطفريها غير في صحتك. كاش ما خلى لي عقل هاد الراجل؟ ايا دبروا عليا واش من الصياغه ندير غدوه باش نلاقي الخطابه. ها صدقنا يبدا بلي راكي معلقاتو يا فرات. اوي على جال انت ما تعرفش الناس شحال عينيهم قاطعين ويميزوا كل شيء، قريب يديروك في السكانير. هذا هو القماش يدو ولا يخلو. غير هادي اللي ما تصراش، ما يعطينيش خاطري نستقبل الناس بلا سيارتي. ولا القيمه تاعك راح يقيسوها بالذهب هاد الناس، وكيما تلبسي والو طاحت قليعه. اسكت انت سمير،
ما زلت صغير وماشي جايب الخبر الدنيا. هاد الدنيا مبنية على المظاهر يا وليدي. يما ولو كان سلفلك دياولي؟ لا لا يا بنتي، وانت حتى قعدي بلاش، هادي ماشي دبارة. لا لا صحة. والحل ورا وش نقولوا لك؟ لا 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 لا، واحد الراسة ويقول لي تليفوني لهم غدوة الصباح ونقول لهم نعجلوها الجمعة الجاية. وكيسقسوك وعلاش؟ وش من سبا راح تلقاي؟ نقول لهم سونيا مريضة وهي طايحة فراش، ومن الجمعة الجاية ربي يعمل تاويل. وردي على خير. على خير سي الوردي. نعم. واش سي عثمان لاباس؟ لاباس لاباس. اسمح لي، كنت غايس. عريت متى تاع الصباح، لو كنت تروح تريح في دارك ماشي خير. على بالي على بالي. سيد وردي، لو كان تعمل فيا واحد المزيه، ساعات ما إلا راك طاسك الدراهم غير ما تكبش عليا. على مالي اللي خسرت بزاف هاد الليلة بصح؟ الله غالب. سي الوردي أنا ما نقصدش الدراهم، نقصد لو كان ترجع لي الذهب اللي راه عنده عندك. مادا بيا، بصح لازم ترد لي دراهمو اللي سانتيري معاهم. هكذا رد لك الذهب ديالك. موافق موافق. شنو ما عندي حتى سنتيم تحتي، والشاك ما جبتوش معايا. شوف رجع لي الذهب اللي راه انتو عندك، غدوه ان شاء الله بربي دراهمو يكونوا عندك. هذه عمرها ما تصير، نحيها من بالك. سي عثمان جيب لي دراهمي نرد لك امانتك. خبيث أكبر خبيث عرفته في حياتي. شوف يا سي عثمان، نعطيك نصيحة طنيح في راسك، بالك يزيد يغربك الشيطان وترفد يدك على المعلم، فهمت؟ يعني خطرة هذه راهي جازت، لا بروشين فوا تخلصها غالية. بوب عطي له الفيستا تاعو. بوب الحقو. سي عثمان راك نسيت لاصاكوش. يا اخي سي عثمان، يا اخي المسكين تخلطوا له كاع الخيوط. سي نورمال، ليله واحده خسر اكثر من 10 ملايين سنتيم. واش بيك كولا تاع الصح، ما شكيتش غدوه يعاود يولي. يا ما تخافش، غدوه تسيبو في هاد البلاصه هادي، دق يروح يشوف منين يسلف، ولا ما ينجمش يسلف قادر يبيع النص من الاملاك ديالو، ما عندوش الاختيار. نقول لك الصح يا حبيبي، الطوموبيل ديالو راه يدور في دماغي. طوموبيل شابه شابه برك. وانت في رايك المعلم راح يوصلوا الحال وين حتى يقبل يبيعها؟ تتمسخر. نعرف اللي باعوا لي فوت كوميرس ديالهم، الاملاك ديالهم كامل، غير باش يروحوا للقمار. الاخران اللي يشفع عليه قالوا له سعيد سعيد لو برنس كان بخير وخمير وبيع كلش على القمار ورفد يديه، وفي الاخر كاش ولا دلال يبيع لافريبري في السوق. عطولش، ومن بعد كاين اللي يقول بدل البلاد، كاين اللي يقول قتل روحه.
يا اخي حاله يا اخي. شكون يجي لنا في هذا الوقت؟ شكون يعرف؟ بوب ما تحبش الباب حتى تعرف شكون. هذا انت سي عثمان؟ غير الخير. عاود رجعت عندي هضره مع السي الوالدي. تفضل. سي الوالدي واش تقول في الطوموبيل ديالي؟ ريح. السوم وراهي ليك. معليش وشحال تقاوم مع سي عثمان؟ سوم السوق 120 مليون كما تعرف، هذا جديده اون طري بونيتا، وغير كما جبتها وراهي ماشيه غير 50,000 كيلومتر برك. اي سي عثمان انا ما نجمش نعطيك هذيك السومه، انا السومه اللي نمدلك 50 مليون. وشنو؟ منك بصح وديها للسوق. واش تقول فيها لو كان على السوم اللي عطيت لك يزيد لك الصياغه ونزيد لك الذهب وهكذا حد ما قل الحد، ونكون عاونتك فوق اللي لازم، ما نجمش نزيد لك اكثر. راني موافق. بيان ساك، انا حاجه يا سي عثمان، ما نعطي لك الدراهم حتى كوارت الطوموبيل يكون على اسمي. عندك الحق عندك الحق. وشنو وشنو كيما تعرف بلي غدوه الجمعه والبلديات ما يخدموش وين راه المشكل؟ نخليوها لنهار الحد. بصح نعلمك يا سي، ما نعطي لك الدراهم غير الا الطوموبيل كوارت يكون على اسمي. سي الوردي ما نخبيش عليك، المرأة غدوة تسحق الذهب وعلى خاطر عندها وليمة عندها عرس. سي الوردي يرحم بابك، دير فيا هاد المزية، لو كان ما ديرش فيا هاد المزية راح تكون عندي مشاكل مع المرأة. الله يعيشك. ملي قال وشكون اللي يضمن لي كان نعطي لك الذهب؟ ما تدورش في كلامك. خسر عليك كلمة رجال سي الوردي، كن متيقن باللي غير كلمتيني ما ندورش فيها. القمار يقعد قمار سي عثمان، القمار ما عندوش كلمة، القمار ما ينجمش يضمن واش يصير الغدوة، القمار برك ينجم يبيع بلادو يبيع عيالو يبيع مخلاص. خلاص خلاص ما يهمنيش وين كنت، نحب نعرف حاجة واحدة، وراي سي اختي. ما تهدرش. سلفتها. سلفتها هاود عاود. هاد العملة ما حبش تدخل في راسي. من وقتاش وليت تتصرف في سيارتي؟ هو
وما تخافيش غير صياغتك اللي ترجع لك. سهلني واش دخل في عقلك باش ترفض الشي اللي خاطيك وتسلفه بلا ما تشاورني؟ كنت رايح نشاورك وشنو كي رانا متنايفين وما نهضروش مع بعضنا البعض. قلت انا هذا ماشي عدل. الحد صياغتي تطيح لي من السما ولا من الارض، سمعت؟ وغدوه حبيت نفهم حاجه، هاد الصياغه اللي من سلفتها اللي من سلفتها سلفتها لواحد حبيبي، حبيبي قريب بزاف ليا، طلبها مني ومرتو راح تحضر لواحد العرس و... والله غير هادي حلوه، هادي قالوا لها ارقدوا، مرت صاحبو راهي تتنعنع بصياغتي في العرس وانا ما عنديش واش نلبس غدوه ان شاء الله، رايحين يجوا يخطبوا بنتك. نسيت غدوه رايحين يجوا يخطبوا بنتك؟ ما نسيتش ما نسيتش. وعلى هذا اللي اتصلت بالسيد حبيبي هذا، اتصلت به في الدار، عملت له تليفون بصح التليفون ما يردش وحتى واحد ما يجاوب وحتى مرته غايبه ما كاش. غايبه ولا ماشي غايبه، انا نحب صياغتي تكون عندي غدوه بين يديا قبل العشاء تاع الصباح وكلمه ما نزيدهاش. صبرينا هاو راح الحال، هيا نودي. صباح الخير يما، شحال الساعة؟ راهي 9 وراشيد ما يطولش ويلحق. يما انا عيانة مانيش قادرة نخرج، ليميتة بالعيا. جوستومون خرجت نحيلك هاد العيا. شوفي اليوم النهار شحال راهو شباب، والهواء تاع البحر يرجع فيك الروح. هيا نودي تغسلي باش تشربي قهوتك، هيا قفزي بنتي. صح يما معلي، هاني جاية. صح اي صح ماما صح. زبير سي عثمان على سلامتك. الله يسلمك، واش راك لاباس؟ لاباس عاش من شافك خويا. يا حصراه عملت مليح اللي جيت، هادي مده ما تشوفناش. ايوي مده عام، ظروف واش تحب، بصح على حسب ما راني نشوف الحال راهي ماشيه. الحمد لله الله يدومها برك. امين. وانت الريستوران ديالك ماشي الحالة؟ وما تشكرش الزبير، ما تشكرش حتى الشريك اللي معايا في المطعم. ايوا رجعنا كامل ما نتفاهموش، وراه يقول لي راسي مبدل يمات هاد التجارة كامل. ايوي استنى نجيب لك كرسي سي عثمان. صح. حاشاك تفضل سي عثمان، الله يعزك. رياح تفضل، ودوك نحكيو بعقلنا. مالا هكذا؟ ايوي معقول تبدل كم التجارة؟ ان شاء الله لا تاخذ برايي، انا ننصحك. ايه غير تدخلها في لامبور اكسبور. والله في الوقت اللي رانا فيه ما كاش ما خير، بالخصوص الا عندك علاقات صحيحة. عندك الحق راني فكر في هذا خمم فيها مليح وشوف. قل لي اليوم ما خدمتش؟ اليوم نخدم. هو سي عثمان على حسب ما راني نشوف ما راكش مليح. في الحقيقه راني محتاج دراهم، واليوم السبت البنكة ما تخدمش. و وشحال راك محتاج؟ واحد 20 مليون سنتيم اذا عندك. دوك نروح نضرب طلع في الكوفر ونشوف. شوف عايش. بصح ما نعرف الا كاين واش راك تطلب.